ركزوا معايا، التمرين ده عايزين نعمله. ايه الافكار اللي في التمرين ده؟ ده مربع اهو عادي، مستطيل اسف، من الاشكال، ادراج اشكال وتحط المستطيل، وجواه وورد ارت، ادراج وورد ارت. طيب الكلام ده عمودين، الكلام ده عمودين. نقول لكم ازاي تتعمل الاعمدة بسرعة عشان اللي ناسي، نقول لكم ازاي تعمل الاعمدة بسرعة عشان اللي ناسي. انا مثلا عندي فقرة اهي بكتبها على بعضها، ثواني، عندي فقرة بكتبها على بعضها من غير ما اضغط زر انتر، من غير ما اضغط زر انتر في النص، السطر بيخلص من نفسه وينزل اهو، السطر بيخلص من نفسه وينزل. طيب خلصت لازم اضغط انتر، تمام، مادام خلصت لازم اضغط انتر، احددها سواء بالماوس كده واسحب او ثلاث ضغطات بزر الماوس اليسار بيحددها برضو. تخطيط الصفحة، قائمة تخطيط الصفحة، الأعمدة، مزيد من الأعمدة، عايز تعمله كم عمود؟ اتنين، وتأكد إن ما تحدد على خط من اليمين لليسار، ده متحدد عليه. عايز خط في بينهم؟ تعال نشوف كده، هو في خط في بين الكلام هناك؟ لا مفيش، يبقى انا مش عايز خط بينهم، ما احطش خط بيني، واضغط موافق. اه كده انا عملت الايه الاعمد، عايز اضيق المسافه بينهم من بعض اهي، من هنا كده يعني لما بكون ده نقطه الادراج داخل الاعمده كده اهو، اقدر اضيق المسافه من المسطره دي، ولو المسطره مش موجوده يبقى عرض المسطره. خلاص ده بالنسبه للاعمده، خلصتهم بضغط ضغطتين تحت واكتب عادي خالص. ده أول شيء. التعداد النقطي ده، عشان أعمل تعداد نقطي باليد دي بعمل إيه؟ بعمل، طبعا إحنا شارحينه في درس قبل كده بس إن نشرحه لكم تاني مش مشكلة. أدي الكلام، حدد عليه وأقول له الصفحة الرئيسية تعداد النقطي، حصلتها هنا اوكي، ما حصلتهاش اقول له تحديد تعداد نقطي جديد، رمز، كأنك بتضيف رمز. احنا عارفين الايادي دي في خط اسمه وينج دينجز، وينج دينجز ده وينج، انزل لحد ما الاقيه، هلاقي اليد ديت موجودة اهي، موافق موافق. طيب بعد كده كلمة عز وجل، عشان احط كلمة عز وجل يعني مثلا ما اقول ايه، عليك ان تذكر الله، عايز احط عز وجل، ادراج رمز، لقيتها هنا اوكي، ما لقيتهاش مزيد من الرموز. قلنا الحاجات العربية والإسلامية بتاعتنا تطلع فوق، تالت واحد ورابع واحد، تالت واحد هل موجودة هنا؟ نشوف كده بالراحة. عز وجل كل عام وانتم بخير رضي الله عنه، نشوف رابع واحد هتحصلها هنا، لو ما حصلتهاش هناك تحصلها هنا. نرجع تاني هنا، ممكن تكون موجودة بس احنا مش شايفينها كويس اهو، عز وجل في الثالث، ادراك
إغلاق. خلاص عملتها مرة تقدر تنسخها وتحطها كنترول في نهوت أو ضغط يمين لصق في المكان اللي أنت عايزه بقى. خلاص مش لازم تحطها كل مرة مادام مكرر. يبقى ده إدراج الرموز. خلاص بعد كده عندي الخط ده من الأشكال وأعمله مزدوج، أعمله مزدوج أهو، إدراج أشكال، أدي الخط، اضغط شيفت وأنت بترسمه عشان يطلع مستقيم، اطلع فوق، اختر أول واحدة، مزدوج من هنا، اضغط هنا وأعمله النوع المركب مزدوج، أو شوف أنت عايزه بواحد عريض وواحد نحيف اللي أنت عايزه بقى. زود العرض أو من هنا تزود الوزن، تنسيق مخطط التفصيل الوزن وتزود الوزن، عايز تعمله مشرط من هنا برضو براحتك. ده بالنسبة للخط. الجدول كم صف وكم عمود؟ 1 2 3 4 5. في كم عمود؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى 5 صفوف في 6 أعمدة. يبقى هنا إدراج جدول، إدراج جدول، 5 صفوف 6 أعمدة. وتبدأ بقى تعمل إيه الحاجات المدمجة على بعضها كده، تدمجها أهو تخطيط دمج الخلايا، والحدود بتغيرها من تصميم حدود رسم جدول، أو إنك تحدد على المنطقة اللي أنت عايز تغير الحدود بتاعتها. يعني عايز أخلي الحدود الخارجية كلها مزدوجة كده، يبقى حدد على الجدول كله تصميم حدود، حدود وتظليل المزدوج للي بره فوق وتحت ويمين ويسار، وبعدين تختار العادي للداخل بالعرض وبالطول. موافق. عايز احذف دي ده بس، اضغط هنا تصميم حدود، حدود وتظليل، عشان عايز اختار اعمل الكلام ده على خلية واحدة لازم اختار من هنا خلية واحذف اليسار ده كده، احذف اليسار. موافق. خلاص. طبعا في حاجة تانية في الجدول ولا مفيش؟ خلاص هو ده اللي في الجدول. الخلية اللي انا عملتها دي اظبطها تاني، لسه عايزة تظبطها اهي، برضو نفس الكلام، خلية عشان انت هتختار خلية هتشتغل على خلية واحدة، انت عايز اللي فوق واللي تحت عاديين بالشكل ده. خلاص. ده بالنسبة للتمرين بتاعنا، هو ده اللي موجود في ده. دي اسقاط الاحرف الاستهلالية اهي، بحدد على اول كلمة، اول كلمة عندي هناك ان اهي، حدد عليها ادراج اسقاط الاحرف الاستهلالية، مسقطة. مسقطة ولا في الهامش؟ تعال نشوفها واخدة مساحة من الكلام ولا لا. واخدة مساحة، يعني ما هيش لوحلها هنا، ممكن تلاقي حالها هنا كده مش واخدة مساحة من الكلام، تلاقي دم بدئين مع دم عادي وهي راح يمين، انما هي لا واخدة مساحة، يبقى لازم اعملها ايه؟ مسقطة. لو مش واخدة مساحة يبقى في الهامش. خلاص بالشكل ده مسقطة. تمام. ده التمرين بالنسبة للتمرين بتاعنا. طبعا